حالكم أيها الأطفال؟ لقد اشتقنا إليكم كثيرا. أهلا وسهلا بكم في روضة إنسان النموذجية. إن شاء الله اليوم رح ناخذ حرف جديد، رح نكمله مع الحروف اللي أخذناهم السابقة. حرف حلو سهل عليكم، أخذنا مثله الحصة الماضية، بس اليوم رح ناخده بطريقة موسعة ورح نشوف كيف رح نعطيه بالطريقة الصحيحة. أول إشي إحنا دائماً بنحب نقرأ لكم قصة الكتاب عشان إحنا نربط بينه وبين الأمثلة الموجودة عندي، ولكن خليني أحكي لكم ما اسم حرفنا لليوم. حرفنا لليوم وهو حرف الذال، اسمه حرف الذال وصوته إذ، صوته إذ. يلا الكل يعيد من وراي، اسمي إذ، صوتي إذ، صوتي إذ، صوتي إذ، صوتي إذ. نعم اسمي ذال، اسمي ذال، صوتي إذ، صوتي إذ. يعني عليكم، إذا ما اسم حرفنا اليوم؟ اسمه حرف الذال وصوته إذ، ما صوته إذ. طلعوا لي على شكل حرف الذال، قبل ما نفوت بالقصة ونفوت بالأمثلة، طلعوا لي على شكل حرف الذال. إحنا أخذنا مثله بالحصة السابقة وحكيت لكم بالحصة السابقة إنه الحصة الجاي رح ناخذ أخوه، وهو كان عندي حرف الدال، حرف الإد. ولكن اللي بيميز حرف الدال عن حرف الدال إنه حرف الدال بيميزه في نقطة عجيبة تأتي وين؟ على رأسه الحرف. هيا طلعوني على حرف الدال، شو على رأسه؟ النقطة العجيبة. ليش سميناه حرف الدال وإيش ميزناه فيه؟ سميناه حرف الدال لأنه أخوه لحرف الدال، ولكن اللي بيميز حرف الدال إنه له نقطة على رأسه. حرف الدال عليه نقطة؟ لا. حرف الذال عليه نقطة؟ نعم، إنه حرف الذال. هلا خليني أنا وياكم نقرأ قصة الكتاب عشان نشوف ونميز إيش الكلمات الموجودة عندنا. يلا. ذهب طفلة جميلة تحب مشاهدة التلفاز وهي تأكل الذرة. ذات يوم جلست ذهب لتشاهد برنامجا عن الحيوانات، فشاهدت حيوانا مغطى بالأشواك يحاول الأطفال ركله برجلهم، فسألت ماما: ما اسم هذا الحيوان يا ماما؟ أجابتها والدتها: اسمه القنفذ. ما اسمه؟ القنفذ. إذا اسم الحيوان القنفذ. يا ذهب، شاهدت ثم شاهدت حيوان آخر يحاول الأطفال الاقتراب منه، فسألت والدتها عنه فأجابتها: هذا ذئب وله ذيل طويل وهو مفترس ويحب الابتعاد عنهم. إذا هاي هي قصتنا لليوم. كان عندنا وردت ثلاث كلمات، أول إشي اسم البنت ذهب، ثاني إشي الحيوان القنفذ، وثالث إشي الذئب أن له ذيل طويل موجود عندي في الصورة صفحة 34. ها هو الذيل، أكيد أنتم عندكم بالكتاب أنا شايفينه، ذيل اللي بيكون ورا الكلب ورا الذئب. تمام؟ إذا خلينا نشوف أول شيء الصور الموجودة عندي. أول إشي هو حكى لنا إنه فيه من ضمن الصور الموجودة قنفذ، هي كلمات قنفذ، قنفذ هو حيوان. اللي بيميز حيوان قنفذ إنه له أشواك. رح تيجوا تحكوا لي هلا ليش يمس في عليه أشواك؟ ليش؟ له أشواك عشان بيحمي نفسه، عشان بيحمي نفسه، بيكون جوا الأرض بفوت فبيحمي نفسه من إنه جسمه يصير فيه شيء، فربنا سبحانه وتعالى خلق له أشواك تغطي كل جسده، فبيصير جوا الأشواك هو فبيحمي جسده. أول إشي يا رب إحنا متعودين، هلا خلينا نحكي إنه إحنا بدنا نعمل عملية مراجعة للأحرف، ولكن المرة هاي أنتم بدكم تعيدوا من وراي أو تحكوا من وراي في صوت عالي. أول إشي إحنا دائما متعودين عليه هي حروف المد الطويل. حروف المد الطويل وهي آ أو إيه. حروف المد الطويل ثلاثة: آ أو إيه. نعم، إنه حرف الألف وحرف الواو وحرف الواو وحرف الياء. أيضا حرف الباء صح.
إذن حرفنا لليوم وهو حرف الذال صوته إذ، وأيضا حرف الذال وهو أخو لحرف الذال وهو من الحروف النارية اللي حكينا عنها في الحصة السابقة. وليش سميناها بالنارية؟ لأنها دائما بتكون في الأغلب دائما بتكون لحالها، ما بتمسك بأي حرف، لأنه إذا مسكت في حرف راح تحرق الحرف وراح يخرب عنا ويموت وما بيضل عنا أي حرف تاني. إذا حرف الذال من الأحرف النارية، من الأحرف النارية، ويأتي إلينا في شكلين. يأتي دائما حرف الذال وهو في آخر الكلمة، يعني إنه بيجي في آخر الكلمة في موضوع واحد، بيجي مثل هذا، يعني مش دائما بيجي في آخر الكلمة، مرات بيمسك في حرف واحد. ودائما حرف الذال بيجي لحاله في شكله اللي احنا بنعرفه، ما بيدخل على اي حرف. ولكن قبل هيك احنا هيا خلينا نتعرف على كتابة حرف الدال. احنا حكينا حرف الدال مثله مثل حرف ايش؟ الدال. حرف الدال يشبه حرف الدال، ولكن الذي يميزه عن اخوه ان له نقطة عجيبة على رأسه. احنا كيف كنا نكتب حرف الدال؟ ننزل على خط مائل ونمشي بخط مستقيم، بس هذا حرف الدال. ولكن اليوم نميز حرف الذال أن له نقطة عجيبة على رأس الحرف، فأصبح عندي حرف الذال بهذا الشكل. حرف الذال في عندي صور موجودة هون. أول صورة أنتم كثير بتحبوها، شو هي هاي؟ ذرة. ذرة، عيد من وراي، ذرة. هيها ذرة. إذا حرف الذال أتى في كلمة ذرة وهو في أول الكلمة. شو رأيكم نضع الدائرة على حرف الذال؟ شفتوا كيف؟ تمام. ما هذا الشكل اللي ورد في القصة وحكينا لكم ربنا سبحانه وتعالى حماه بالأشواك وهو قنفذ؟ نعم قنفذ. شوفوا لي حرف الدال كيف أتى في كلمة قنفذ. أتى في آخر الكلمة ولكن مسك في حرف واحد، نضع عليه دائرة، حرف الذال. حرف الذال أيضا. ما هذه؟ ما هذه اللي بتيجي دائما على الحلويات لما نكون إشي مفتوح بتكون تيجي عليه، لما نكون في احنا مثلا في بائع برا، احنا ما بنحب نشتري الاشياء برا المفتوحه، وهي الاشياء بتكون عليه بتجيب منه الاوساخ. ايش هاي؟ ذبابه. نعم ما هي كلمه ذبابه؟ واتى حرف الذال في اول الكلمه، ذبابه. ذبابه، اذا ذبابه قنفذ وذره. ذبابه قنفذ وذره، هاي هي كلمات حرف الدال عندنا لليوم. ولكن هلا احنا خلينا نتعلم كتابة حرف الدال بالشكل الصحيح، ولكن عملكم اليوم هنا عشان نسهل عليكم. بنزل بوقف على النقطة، بنزل الخط المستقيم شكله المائل وبمشي على السطر بحط نقطة. إذ، إذ حرف الدال في آخر الكلمة، بمشي على السطر بكتب حرف الذال وبحط له النقطة. إذ، 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 فهو حرف الذال صوته إذ. ولكن لما احنا ندخل حرف الذال على حروف المد الطويل، ايش حروف المد الطويل حكينا؟ وهي الآ والأو والإي. لو أضعنا حرف الذال مع الآ، إذ وآ ذا، إذا إذ وآ ذا، حرف الذال مع الألف ذا، وهو من حروف المد الطويل
لو حطينا على حرف الذال الفتحة شو بتصير عندي؟ إذ وفتحة ذ دغري نتفي هذا النطاق ذ إذ وفتحة ذ إذ وفتحة ذ إذ وآ ذا إذ وآ ذا. بس اليوم رح أدخل لكم شغلة لهالقد صغيرة وهي أخت حرف الواو. أخت حرف الواو هيا نفهم أخت حرف الواو. إحنا حكينا أخت حرف الألف شو بتكون؟ الفتحة. أخت حرف الواو وهي بنحكي لها الضمة. إيش بنحكي لها؟ الضمة. هي عبارة عن واو صغيرة أصغر منها. وين دائما بتكون؟ على رأس الحرف. مثلا أنا عندي هون حرف الدال وضعت عليه واو صغيرة. تمام؟ شو بتصير؟ إذ وو ذو. ولكن إذ وضمة ذو. هل قد بنفتحها؟ ذو. شفتوا؟ إذ وفتحة ذ. إذ وضمة ذ. حرف الدال مع السكون يا نظام إذ. إذ. إذا السكون شو بتعطينا؟ صوت الحرف. صوت الحرف. إذ وفتحة ذ. إذ وضمة ذ. إذا الضمة وهي عبارة عن حركة من حركات المد القصير وهي أخت حرف الواو ولكن تعطينا بشكل أصغر من حرف الواو فبتكون كيف لفظها؟ ذو. ذو. مثلا لو أدخلنا حرف حركة الضمة وهي أصلا حرف صغير. حرف الضمة على الباء. على الباء. إبو ضمة بو. إتو ضمة تو. إلو ضمة لو. إخو ضمة خو. إدو ضمة دو. هاي هي حركة الضمة لليوم. في الحصة السابقة رح ناخدها بشكل موسع وهيك بنكون احنا خلصنا درسنا لليوم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه يا حلوين. درسنا كتير سهل وكتير ممتع. الى اللقاء.